الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامج ما قبل الإفطار. فقرتنا اليوم ستكون أنت السائل، الفقرة وما فيها أنني سأذهب إلى شخص يعني وأسأله سؤال أو تحدي أو لغز يسأل به شخص آخر، فإذا أجاب هذا الشخص الجواب الصحيح يعطيه مبلغ من المال، وإذا لم يجب الإجابة الصحيحة المال يبقى مع هذا الشخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما اسمك؟ أنس. أنس، عندي لك تحدي، أو يعني بدي منك خليك يالك، بدي منك يعني تجيب لغز أو تحدي تسأل به شخص آخر، يعني سنعطيك مبلغ من المال، يعني كل ما أجاب هذا الشخص الجواب الصحيح أو اللغز أنت تعطيه مبلغ محدد، إذا أجاب الجواب الصحيح، إذا أجاب الجواب الغلط المال يبقى معك. تمام؟ يعني وش اللغز؟ يعني معك لغز أو تحدي؟ وش لغز الغابة؟ يعني وش اللغز حقا؟ يعني في واحد راح الغابة صادم فوق الجبل، الجبل كبير ما قدش يخرج منه، قدامه بحر. هذا السؤال. في واحد صادم في الغابة، دخل الغابة، في وراه جبل كبير وجنبه هنا أسد ميت من الجوع، وين النار؟ قدامه بحر، من المخرج؟ والله ما ادري صراحه. في واحد دخل غابه كان في وراه جبل، قدامه بحر، جنبه نار، وهنا اسد ميت من الجوع، من وين بيخرج؟ من البحر. ليش من البحر؟ ليش بيخرج من البحر يا علي؟ ليش؟ بحر كبير بيموت، انه كبير وواحد يقدر يشرب منه ماء. في واحد كان في الغابه صادم فوق جبل كبير، فكان وراء جبل كبير قدامه بحر، يمينه نار، في أسد ميت من الجوع، منين بيخرج؟ شو يروح؟ منين يخرج؟ البحر. ليش؟ بيغرق البحر، ما قدرش يستوعب. ما بيغرق يعني، في أسد ميت من الجوع، في نار. في جبل. ما الأسد؟ ليش؟ لأن الأسد ميت. صحيح، صحيح، الإجابة صحيحة. مع ذلك تربح 5 دولار. بقي شخص واحد. تعال تعال تعال. سر الله عندي، سر الله عندي. عندي لك تحدي. وين الشخص؟ تحدي وما هل احنا نفطر يا رجال؟ في واحد دخل الغابة كان وسقط فوق الجبل كبير، وكان قدامه بحر ميت من الجوع، من وين بيخرج؟ من البحر. نعم، انه بيغرق بحر كبير، في اسد ميت وفيه نار، يعني وش؟ والنار ما بتطفي، النار ما بتطفي، النار بيموت. في اسد ميت وفيه نار وفيه في جبل. من الاسد الميت. واي أنا الأسد ميت. صحيح. إجابة صحيحة وتربح مبلغ من المال. وهنا انتهت فقرتنا لليوم، ويظل الشخص اسمه أنس. أنس بمبلغ بسيط من المال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.